أجرأ صبايا، أعظم شباب يجمعن عراب الحب، جامع القلوب فؤاد يمين. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بنقشت. كل يوم منوع الصبح مبسوطين لأنه طلع الضو، بالليل منفتش على القمر تنتغزل فيه من ورا الضو. وقت يكونوا اثنين بحبوا بعضهم قاعدين مع بعض بقلها طفي الضو، كل شيء بيتمحور حول الضو، وثلاثين صبية وشاب. إذا زبطت معه منقول له، وإذا ما زبطت من زقفة كبير. استقبلوا معي أحلى صبايا. كيفكن صبايا؟ لك يا أبو رنان. عم بشتاقلكن صبايا من جمعة لجمعة، عم بشتاقلكن، عم بشتاق لأكلات جميلة. جميل علقتينا بطبخاتك. يا ويلكم، اهلا وسهلا. من جمعه لجمعه عم اقول انه عم باكل اكل انا سير بالمطاعم، هيك ما عم حبهم. وين اكل جميله؟ وين اكل اللي قبل ما بلش احكي عن الطبخه، اسمحي لي اتغزل فيك اليوم، مبين كثير حلوه عن جد كثير. هلا جميله، انت كل مره حلوه، بس اليوم شو السر؟ شو الله يخليك. زغرانة 10 سنين لك يا جميلة، يطول بعمرك. ما بدي أنا هلأ أكل لي ضربة من هاي الحدة، عيفة مستورة بيناتنا. الله يخليك. أحسن ما تكليه شي عين. هلأ عين ضربة، أنت ما بتعرف شو بيصير بالإجرام بالتخبير. من 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 ما تستقل إنه هاي بيبي وحلوة. هيك عم تضحك هيك بس من جوا. بتقلي أنت، بتقلي أنا عم بعلمها لك شوف شو معلمتني. لا شو عم تحكي جميلة. شايف اليوم قدامك كأنه طبخة مميزة. ايه هاي بعملوها بالمناسبات الحلوة هيك. شو محضرتي لنا اليوم؟ خبرين. اليوم بدنا نعمل حمامات بجوز. شو هي؟ ليه هيك عملتوش؟ وانت وين رحت؟ وانت وين رحت؟ انت سمعت الحمامات نزلت دغري؟ اطلعي قومي واقفة. قومي يا شماها. انهارت على الحمامات، انهارت. نو هيك اسمها حمامات بجوز. ايه هي تحلاي. بس مش شايف حمامه بايدك، وين الحمامه؟ هلا عم نسويها. شو لك عم بتسوي الحمامه؟ ايه بس على غير طريقه. ما تكون جميله، ما تكوني جبت الحمامه وطرقتها سماهر. والله هلا عم تطرق. هلا بعدنا. طيب انت عم تحضري هالحمامه بجوز. خليني اشوف نوال. شو وين نوال؟ نوال صار معها عارض صحي صغير قبل تصوير الحلقه. مزبوط. ومنتمنى لها كل الخير والسلامه لنوال. بلاك يا نوال الحلقه ما لها طعم. لا والله ما لها طعم يا قلبي يا نوال. هيدي قد ما دعيت عليها جميلة. هي لا هي كله من ورا جميلة. أنا بحبها بس ما بورجيها لما يكبر راسها. ما بتفرجيها حقيقة مشاعري. ايه بس أنا كتير بحبها لنوال. باعتبار انه نوال اليوم منا هون تدوق حمامات جميلة، اليوم انت رح تدوق. انت منك زعلانة اصلا ديانا، انت بدك شي وتدوق الحمامات يعني. انت اليوم رح تاخدي محل. بالحمام ما عنده محل نوال بهالموضوع. ما حدا بياخد محله، بس بالحمام لا بياخد محله. انت بتاخدي محل الكل بالحمام ديانا يعني. اسم الله عليك، ما مش عامل لحالك. حمامة بيضة رفت فوق راسي. حمامة بيضة رفت فوق راسي. حمامة بيضة يا بيضة يا حمامة. ديانا عاملين لها فيرسيون غير. حمامة بيضة وصودا وكل الألوان رفت فوق فراسي. حمامة بيضة وصودا وكل الألوان يا حمامة. وراح أطير حمام بعيدك يا حبيبي. الفودير يعني مش معقول. شو لبق لكم الازرق اليوم كثير مع الازرق، مع لون العيون وريفلكشن على العيون، وانت الازرق مع لون العيون.
طيب جيجي سمعنا من روانت حمامة بيضة، فينا نسمع مقطع منك لأنه روانت صوتها حلو بس ما عندها الإحساس يلي عندها يا جيجي بالغنى. فيك تسمعينا بس جملة عملي معروف. قولي جيجي. حمامة بيضة رفت رفت فوق حمامة حمامة بيضة. ما رفت فوق الحمامة يا جيجي يا جيجي جيجي الكلمات مش حمامة بيضة رفت فوق الحمامة، حمامة بيضة رفت فوق راسي يا جيجي، مش حمامة بيضة رفت فوق الحمامة. اوكي فوق راسي. نرجع وين صارت؟ وين صاروا الحمامات؟ ايه عم ناطرة أنا لتجي مشان أقول لك إنه يلا. في جوز. اوكي حطينا الجوز. فرمنا جوز مع شوية مي زهر. اوكي. قرفة وسكر. حلو، بس بعدني ما شفت الحمامات، أنا صراحة ناطر الحمامات. طيب نحن باسو بور باسو يعني. شو هو؟ خطوة بخطوة. باسو بور باسو. عشان بعدين ما تروح وتجي تشوف الحمامة جاهزة. وبنصدم، إيه. بدي أشوفها عم تتحضر شوي. أوكي. شوي. اوكي. هلا حطيناها بالنص. اوكي. بنعمل لها هيك. لفينا. بنلفها. أيوة أيوة. بدك تعمل لها راس. هيدا هون راس الحمامة. إيه نعم. وهونيك كعبة. ضنابة. هلا ما تقولي لي بتحطي لها الجوانح هلا. اكيد في حمامه بلا جوانح. ميريلا دايقه شي مره الاكل الحمامه بجوز؟ لا دايقه غير شي. صف عمري. مرايا مثل حمامات استراليا؟ نو no. نو no. كيف يجوا حمامات استراليا؟ اكبر هاي حمام لك يا روان، خبرينا عن حماماتكم عندكم بالضيعه. بطيروا أيوة. بروحوا بيورموا شم الهوا شو مش يعني؟ مش هيك مفتوحه هيك ملقوحه هيك على خليني يا معطر يا حمام الحلو تجيبها أزبطها أنت زبطيها خلينا نردها لجميلة كمال كمال زبطها نازلي رق أنت بهالحلو لا أنا زبطتها أنت زبطي لأني إيه زبطت رجع لها رجع منظرها جناحاتها وفتحت لها تم طالع منه حكي طالع منه حكي إيه لأني بتتذكر شو اسمه شو عم تقول شو عم بتقول حمامات اللي كانوا يبعتوهم مع الرسائل شو صح اسمهم صح يحطوا بقلب بي شو اسمهم كان حمامات شو حمام ال زاجل 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 صح إيه كان يبعتوا رسائل إذا جميلة بدها تبعت رسالة إيه؟ بالحمامة لمين بتبعتها شو بتقله ببعت لهم لأولادي وأهلي وبقول لهم بحبكم ولا دقيقة نسيتكم بالغربة شو حلو هيدي إذا سماهر إذا سماهر بدها تبعت حمامة لحدا شو إذا سماهر بدها تمسك حمامة وتبعتها لحدا لحظة مش عم تزبط إذا لحظة إذا سماهر إذا سماهر إيه إذا سمار إجت لعند الحمام جابت الحمامة سمار مسكت الحمامة مش عم بقدر أتخيل سمار والحمامة ما لا ولا بعطها عم تركب ما بتبعتها متخيل إنه بتوصل الحمامة عند سماهر وبتبطل تبعتها بتضلها ممسك فيها ما بتوجه رسالة لحدا بتتفق مرايا أول شي I missed you more حسيت انه صار لي هيك جمعه عم بحكي عادي واشتقت هيك احكي يعني حسيت انه في انه حلوه هيدي هيك بتعطيكي بتحسي حالك هيك اهم من اللبنانيه العاديه انه هيك انت هيك بتحكي هيك مش صح مش انت مش هيك بتحسي ما بالضروره مش بالضروره لانه انا بارت لبنانيه كمان وهذا الشيء كثير فخوره فيه وكلنا فخورين فيه لك يا ماريا ماريا بالزمانات بالزمانات كانوا يبعثوا رسائل بالحمام هلا صار تكست مسج واتساب كعكل دغري ثانية يعني انت تليفونك تمسكي في باسورد اكيد هيدا الباسورد مخبى وراه كتير قصص يا مرايا برايفسي ومسجز وصور انت اذا ظهرت مع شاب ايه قال لك بدي الباسورد تبعك شو بتقولي له؟ بقول له اياه انه شو حيكون هالشيء العظيم لو مخبى على التليفون كمان اي سوير كمان اي سوير صور
هلا شو حيلاقي؟ صورة على البحر، صورة بكيني، صورة أنا وبالجاكوزي، هيك أشياء قصص هيك عادية. بس أنت يو تكست مسج وكتير أيام، كتير أيام أنت عم تحكي مع شاب تكستينج، فجأة بيتحول الحديث، بيصير في قصص سكشوال وبيصير في قصص. حسب أي شاب؟ شاب بتحبيه أوكي بيسموها سكستينج. مزبوط. في سكستينج بأستراليا يا مرايا؟ كتير. شو عم تحكي؟ كتير عادية ونورمال الشغلة. هلأ هون في عالم تستحي، هونيك لا it's normal. أنت شو مرة صار معك؟ أي أنا عملتها من زمان بس. بس هيدي كتير عم بتصير هلأ اليوم، كتير عم بتصير. جميلة شو مرة صايرة معك كنت عم تحكي مع حدا وقلب شو عم تحكي؟ دايما كل ما بطبخ طبخة بصور بطالع على الواتساب وعلى الستوري وعلى الانستغرام فهماني غلط وببعت للدنيا كلها. يا زلمة للدنيا كلها بتبعتي لك يعني انه يا جميلة عم نحكي عن غير موضوع. يا جميلة سماها كيفك انت وال شو مش فاضية ليه؟ انت لأنه على البراتيك مش بحاجة للتليفون دغري على ميرالا عندك باسورد على تليفونك مخبيه قصص برايفت اذا شو مخبيه؟ صور لإلي وكمان انه عندي ارقام شباب وهيك. كيف يعني؟ انا هاي اول مره بسمعها. لا انه بحط باسورد يعني مشان انه اذا حكيت مثلا مع شاب مي يفتحوا يشوف الفضايح. ليه بس لعم ينقرك بعيونك. ليه فضايح يا ميرالا؟ شو في فضايح على التليفون؟ ليش؟ خيانات وهيك. خيانات؟ ايه بتخوني على التليفون؟ ايه. كيف يعني؟ كيف واحد كيف؟ على التليفون يعني بتفوتي بأحاديث وبتصير الحديث يجر حديث و... ايه صايرة. ميرالا في عندك مثلا شي علاقة بحياتك طبيعية؟ لا لا معلميني شو ما عندك شي ما في علاقة طبيعية بلا شو منعمول يعني؟ لا ما بدي شو بتعملي دخيلك؟ علميني شو بتحكوا مثلا؟ شو بتحكوا؟ بقول الكلمة يعني؟ لا 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 يعني خبرية يعني ما يعني لمحي تلميح اللي كيف بدي لمح لام وشوشيه انت صريحه كثير وشوشيه نو تليفون الله ما وافقك يا ميرن اذا هيك منيحه اذا هيك هين نانسي صايره معك سكستينج صايره شو هالبلجر اللي واحد بيطلع له من هذا الشيء فيها اكسيتاسيون انت عاده بتصير كيف مع شباب بتعرفيها مع شباب ما بتعرفيها مع شباب ما بعرفها يعني مش في عليه بتفوت على سيت دو رونكونتر و تبعت وبيبعتوا بتتسير هيدا وبعدين خلص تعمل له بلوك بيعمل بلوك وهيدا بتفوتي بتمضي معه ليله على التليفون صور ما صور حكي احاديث الصبح بيجي البلوك وبتفل خلص وبيعطيك البلاجر هذا الشيء هيدا على الزهق يعني ما بتخافي انت شخص كون عم تحكي معه يتكون فيك بروفايل نانسي؟ لك ما عم بين انا وجه بكل وضوح يعني كمان بيكون هيك لوميير خفيفه ايوه منيحه التكنيك اهم شيء التكنيك اهم شيء؟ التكنيك انت كل شيء تكنيك يونيك كل شيء بيخلص بالايك بدك اياه انت انت مرايا تكنيكي كيف؟ سبيشل شوي ليه؟ What do you mean by special? لأنه يونيك كاميرا بدي عدلك لأنه يونيك يونيك وكلمة أجنبية هاي إيش هو فعل؟ أعطيني الأفعال من القواعد ما هو فعل أكلة بالماضي أكلة مضارع يأكل لعبة يلعب يا هذا شو هو؟ يلعب التوت شو؟ لا يا شو لا يا جميلة لا يا شبكهتي يونيك جميلة فهماني كل أكل يأكل شرب يشرب صح. ينام يطير صح. يمشي صح. لا يا جميلة ها بالإنجليزي يونيك يعني مميز فريد من نوعه يعني من هلأ وراي خلص قولي لي فريد من نوعه لا ما بقدر فعل شو؟ ما بقدر أقولها ما بتقدر تقوليها بالعربي نو ماما لا قوليها مانا فريدة فريد من نوعه حبيبي أنت بتحبي الحمام أنا بحب يونيك سلمى كوني معي صريحة شو باسورد ماليسا؟ ما تقولي لي ما بتفوتوا على تليفونات بعض بلا أكيد أصلا أنا الإنستغرام والفيسبوك تبعي مفتوح لألا
الصور لي اكثر ما انا لك. على الانستا تبعك في صور لميليسا اكثر من الصور تبعي. سلمى بتفوتي بامور السكستينج؟ انا صراحه من انا حاطه باسورد على تليفوني. ليه؟ بخاف حد لي السايتات. سلمى تطلعي في هون سايتات شو يا بنت؟ سلمى ميليسا سايتات شو عم تفوت تحضر سكس. انت شو عرفك انها بتحضر؟ ايه كيف بتخبرني؟ شو بك؟ ميليسا انت فاتي بهالامور؟ لا والله انا بعد ما وصلت لهالليفل من الناس اللي اتعرف عليها احكي معهم هيك، بعد ما طلعت بالهون صار في كثير عالم مثلا بتبعت لي صورهم بيحكوني وهيك، بس ما برد على ما بترد على حدا؟ لا بس اصحابي اكيد ما بيفتحوا معي هيك حوارات، بيعرفوا انه انا دغري على التنفيذ. شكرا على الحديث صبايا، وميرسي على صراحتكم، وميرسي على ارائكم، وهلا بريك صغير وبنرجع. شاب ايجابي كثير وبحب يعيش اللحظه تيحولها دائما لذكرى حلوه بي. اكتشفت حالي وانا كثير بحب الكوافير، ويوم عن يوم عم بتقدم بحكم شغلي كثير بتعرف على بنات، بس بعد ما لقيت هيدي الشعطة اللي بتجذبني لبنت، وان شاء الله بلاقيها هون بتيك مي اوت. بحب البنت اللي بدها تظهر معها بتيك مي اوت، تعطي بلا ما تسأل، لأنه حتاخذ مني الكثير. صبايا سمعنا الشاب وهلا صار وقت انه نشوفه، فتحوا لي عينيكم وحموا لي ايديكم وبزقف كبير استقبلوا معي شيخ الشباب. قبل ما نبلش بكلمتين عرفنا عن حالك اكثر. توني غنيمه طالع على تيك مي اوت لان بحب البنت القويه والطموحه، وانا اكيد انه كل بنت بتطلع على تيك مي اوت عندها هذه الصفات. حلو 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 حلو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بتوني. قبل ما نبلش بدي العب لعبه صغيره انا وياك. طلع منيح بالصبايا. صح. اوكي. وتقول لي مين بتحس انه رح تنقش معها باخر الحلقه. انا بايدها عندي على الدفتر وبالاخر بنشوف اذا هالصبي اللي ناقشت معها او لا. بس وشوشني لقلي ما تقولها على صوت عالي. في ايد انا؟ ايه. اول مره سلمى؟ شوفوها سلمى. اول مره بيبي اول مره بينكتب اسمي. لا تليفونك رد 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 مين رد؟ الو 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 مين معي؟ مين معي؟ ايدي ايدي ايه حبيبي انت ايدي ليك؟ انا فؤاد. توني هلا عم بيصور بتيك مي اوت، انا فؤاد عم بحكيك هو هلا على المسرح. ايه ماشي 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 حاله. ليك شو بدك تقول له صديقك هلا عم يسمعك سبيكر؟ اعطيه نصيحه شو بدك تقول له؟ بس يخلص يحكينا بس هيك بس هيك يا كيك. هدي وجه الخجول مان، انت عم تحكي مش فيديو كول. اعطيه نصيحه مع الصبايا، نصيحه مع الصبايا. في بنات حلوه ابو جوده. شو بدك تقول له يا ابو جوده؟ ابو جوده جود لك برو. جود لك حبيبي. كيف رفقاتي ناشفين؟ ما حدا مثل مان. ليك شو رايك شو رايك بسلمى؟ ايه ايه طيبه كثير. ايه
يقبرون عيونها الزرق. ايه واذا اذا اذا بتستبدلني بماليسا بتمنى انه اكون محل ماليسا. هول ثلاث قصص. ليك خليك معنا على السما هلا، بركي بعد شوي ارجع اقول لك بناخذ رايك بتساعدنا بكم شغله. صح. اوكي ابو جوده. ابو جوده عرس يا ابو جوده، عرس يا حب، عرس يا حبيبي. على فكره سبني دق لي هلا. ايه هو يعني كان الدعم المعنوي له. هلا اذا عزناه يعني بحيالله حالي من دق له ابو جوده. اذا وقعت على الارض هو بلمني. تقع على الارض كثير؟ اجمال الله، بس انه حاسس حالي هلا حقوق على الارض. رح تقشط بعرف مينيموم. ما مش عارف حالي، ما بدي اطلع من الاخر. مع يعني كل هالشغل بدي فيك اكثر شيء. ليه فيي يا خيي؟ ليه فيي؟ يا توني ليه فيي يا خيي الزباية؟ اذا بدي اطلع فيهم وحده وحده ما بدي اركض عليهم مني قادر صراحه. بفهمك بفهمك. قال عم سلم هيك، قال عم صور عم سلم عليهم هيك، لازم عيد التسليمه مع بوسه. يا ويلي هيدا الفيديو شو رح تحضره؟ يا ويلي هيدا الفيديو بدي احضرهم لاولادي. قال له انا طلعت اعطيك مقاط، شوفوا بيكم شو عامل بايامه. صبايا سمعنا لتوني وهلا شفنا لتوني، القرار عندكم تما تقولوا لو خلوا الضوء. البداية كتير منيحة، خلينا نشوف الصبايا يلي طفوا. ليش طفوا الضوء؟ رح بلش أول شيء عند باميلا. باميلا شو يلي مش عاجبك بتوني؟ أنا بدي سند لإلي يكون جبر. ليه؟ فيرست امبريشن لقيتك بعدك قليل الخبرة و ايه، بس إنه أنت مع يمكن ما حضرت الريبورتاج تبع ما سمعت حالي أنا شو حكيت. ما حضرتك وسمعت. أنت أنا بالنسبة لإلي بالنسبة لعمري بعتبر حالي وأنا إنسان كثير واعي وكثير ناضج، وهيدي بلشوا في حالي صراحة. ما بتخيل ولد فيه يوقف هالوقفة صراحة. حيلا واحد حيوقف على الأرض حيتلبك. أنا يمكن عم بحكيك وزعلان لأنك طفيتي لي. حظي بشع، شو بدي أعمل؟ حظي بشع. ليك باميلا طالما طلعت فيك ما شافت الكادويات عم تشرشر منك، ما في أمل، ما في أمل معه. اوعى تجرب. هي تعطيني وحتاخذ مني كثير بالمقابل، بس لو تركت الضوء هي طفت، هي اللي خسرت. بتعرف بشو أكثر شيء انبسطت ليال؟ ليال شو انبسطت؟ وقت سمعت كلمة تاخذ كثير مني، بلش قلبها يطرطق. سمعته لهون. ايه هيدي ايه أكيد حبيت فيها الشغلة، بين نفسيته كثير حلوة. ميرسي. بس نفسيته حلوة ها؟ نفسيته حلوة كريم. بين هو قال صار له بحياته كثير بيتعرف على بنات وهيك، ما عم بحس بهي الشعطة. وانا بحياتي ماشية على حكمة صراحة. شو؟ قم باحراك الكاش لتجد الإبرة، لا تكن مغفل وتبحث عنها. يعني انا بحياتي بعمل المستحيل لاوصل للشيء اللي انا حاططه براسي، يعني بالعربي المشبرح، بس انا احس بهي الشعطة انا حضوي للشاب اللي قدامي. ما فهمت ولا كلمة صراحة. وحياة الله أول ما بلشت عم تحكي هي أنا قلت أوف، جبتني جورة وضعت وما حعرف رد عليها، بس بالآخر رجعت نزعت كل الحكي اللي حكيتيه بالأول. ليه؟ إنه رجعت لكلمة الشعطة. يعني بالعربي المشبرح أنا بحرق دوية دوية، هذا حق أحرق شب ورا شب كرمال دول للشب اللي أنا بدي. هيدي الشعطة اللي هيك مظبوط لهيك. لا ليال إيه؟ كان ما. فيك بكل بساطة تقولي ما حسيت بالشعطة. إيه مش ضروري المحاضرة احرق القشرة وثم القش أجد الدبوسة ومن ثم ما بعد الدبوسة إذا كنت ستبوسة. أنا بقول حسيت حبيت أقول حكمة، حس شو بحسه اللي بقوله حكم، تجي دايما تقول حكم، حبيت حس بالشيء اللي بحسه. عم بتلطش عليك فؤاد، عم بتلطش عليك. عندما يتشابه الباكون أتميز أنا، بسيطة ما عليه. أوه عندما يتشابه بس الباكون بس أنا قلت الحكمة ظابطة ولا غلطة؟ أنت بتعيديها ثلاث مرات. أنت ليه مصرة أنه أنا دايماً بعيد؟ أنا هيك يمكن بتلمت من الكاميرا عادي. ليه مقهورة أنت من شو؟ لا غير أنا أنا سبق وقلت ما عندك شيء، ما عندي إياه لغار منك. تاني شغلة أنا على القليلة قلت الحكمة عندك كتير أشياء ولا ما عندك غلطة أنت. أنت بتعيد الحكمة ثلاث أربع مرات وبتكون درستيها سبع مرات بالبيت. مين اللي خبرك الحكي؟ أول شيء مين قال
بالك اللي انا درستهم سبع مرات لانت هالقد مركزه معي وعم بتراقبيني يعني هالقد متابعه عم بتقلدي كانه عم بتقلدي كانه كمان ايه اكيد ما واضح عم بتقلدنا بس انا ما بدهم اثنين يحكوا فيها والله بسيطة 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 عملتي لهم عقدة بسيطة جيجي شو رأيك بهالشاب المميز فعلا مميز جيجي ثانك يو عندك طلة كتير حياتي. حلوة وضحكتك أهم شيء دفعتي عني خلص بالزيادة وقفتي معي حلو كتير ميليسا عسيري توقفت معه شو بدك تقولي ما عندك غير شيء ما عندك غير شيء بيوقف معك إلا جيجي ميليسا ملابس ابيض مثل حمامه تبعك جميله ابو جود قال لك كلبس ابيض ابو جود قال لك كلبس ابيض دق له بدي احكي كلمه بتحكي معه دق له دق له دق له لابو جود ابو جود انت نصحته لتوني يلبس ابيض تعرف شو قالت له ميليسا؟ قالت له طالع مثل حمامة جميلة، بدك هيك يا حبيبي؟ رد سريع لميليسا ميليسا خلي ثقتك عالية عم بيقول لك أكيد شو كمان؟ كل شيء خليه عالي عم بتقول له ميليسا خلي كل شيء عالي يا أبو جودة شايفة؟ يا أبو جودة طبش لا لأبو جودة لأبو جودة طبش الخط بعتقد أبو جودة عم تسمعني؟ ايه ما تبشر الخط ايه معي بعقد خي بعقد ما يركزوا هلا بس على الشكل ما يركزوا بس على الشكل شو هو؟ عنده لسان كثير طويل عنده لسان كثير طويل ولعب على الكلام شو عنده أنتوني أكثر شيء مميز فيه؟ جريء كريم أو بخيل؟ كريم بيجيب كادويات بيجيب كادويات؟ كثير بيجيب كادويات كثير بيجيب كادويات مهرس هي مهرس ثانك يو أبو جودة حبيب أبو جودة حبيب أبو جودة حبيب أبو جودة خليه معك ما بدي يبقى للتليفون صراحة ترى دق لأبو جودة سمع سمع شو أنطون أوه بونجور طنط فؤاد يمين معك فؤاد سكر امي ضدي بكل شيء كيفك كيفك فؤاد سكر هلا منيح والله اول شيء مشتاق لك يا دوت ثاني شيء انطوني معنا هون بتيك مي اوت شو بدك تعطيه نصيحه؟ بدي اقول له انه هو شاب كثير مهضوم واللي ما بده ينقيه هو بده يكون خسران برافو عليك برافو عليك باي انبسطت فيك باي 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 هلا كل شوي وشوي رح ندق لحدا طيب اوكي بنكفي حديث مع الصبايا ديانا ديانا عم بيقول لك عميسته نيفر اندينج نايت انت بتتحملي انه الليله ما تخلص فؤاد انت من كل عقلك عم تسالني لالي هذا السؤال ايوه لوين وين رايحه بدك بدك تشوفي ايده؟ حرام يصور اوه بدي ردها للبوسه بس ما تفلي حرام فؤاد واقف ومشوب عطلت همه حرام انت بدك اياه واقف ومبورد شوف إذا بتطلع حلوة مقدمة لنشوف إذا هلا قياسه من قياس يعني إذا شي نهار عبالي البس التيشيرت تبعه وتمشى فيها بالبيت منيحة مقدمة عن جد إنكم لابقين بتحس هيك هيك مثل أنت هالصوص الصغير المهضوم اللي لابس جاكيت بيضة خلينا نكفي نبيلة ليه تفايت الضو لك ما حأتحمل أعمل ديت أنا وياه وكل بعد أروح على بيته ليه؟ لانه بيؤكل الصبي تعا تاخذ رح تاخذي كاتشي منه هلا تعا قرب استحي فؤاد ما بدي قرب قرب ما تستحي فؤاد ما بدي قرب ما تستحي قرب فؤاد تصدق قرب
وبخيلك. ثانكس حبيبي. سؤال بس. حول حول. شو الباسورد؟ ادو دو ثانك. مقطي يابا. فؤاد عم بوس انا، خليك على تليفوني. لك مالا ساشا من الاخر يعني. شو عم تعمل مع فراري ساشا؟ فؤاد في كفة تبوس النوالي؟ بك خي بوس بوس انا، خلينا عم بفتش. لانه فتت فتت مش على الرسميات، خليني بوس شوي. مع انه زعلان منك. يا خيي وينك رايح؟ انا عبوده. ميرلا وين رايح؟ هي عبوده، هي عبوده فؤاد. وينك رايح يا ميرلا؟ شو الوضع هون؟ شوفي هون في حمامات بجوز. تاكل عامل حمام بجوز، كيفك انت والحمام؟ رفلي ما بتفهم على الحمام بجوز، يعني قلت تفيله. تعال تقبرني، تعال تعال ابوسك عبوطة، تعال تقبرني اعطيك صدر حنون. يا عمي يا جميل يا جميلة ملل. يا جميلة شوي شوي عصبي. يا جميلة عم بعطيك صدر حنون. وانا عطيت ابوسي. ايوه وقفت علي؟ لا لا جيت لعندك كمان صدر حنون. صراحة بفهمك كيف بريك شوي بليز. لا هلا هلا بنكمل بس ليك بدي اشوف شو صاير، بدي اشوف شو صاير وكيف انت عم تلعب هاللعبة على الصبايا. هلا بشوف. هلا بشوف. واصل الحديث، واصل الحديث. مش عم بترد. وين هي تينا؟ مش عم بترد، شو عم تعمل؟ رح ابعت لها فويس رو. أول شيء وقت أدق لك بترد. وما بتعملي لي الحجج إنه ما أدري شو كنت عم بعمل، شو كنت عم بعمل، لأنه كنت عايزك. ليلى نحن ما تنسى عند أبو جودة أرجيلة وجايين ميليسا وسلمى. بنشوفك يا أبو فؤاد. فؤاد إلا أنا وياك بنجيب لك تشيبس. وأنا رح أجيب لك تشيبس. خلينا نكفي. ميشا تركتي له الضوء. يعني أنا في شيء مستغرب منه، أنت كيف برا مخليينك تمشي بلا ما بعرف شو يعملوا فيك البنات؟ أنت شو جاي تعمل هون؟ كلك ذوق، أنت متعقدة وحياة العذراء. حبيبي يعني مني مش عم بعرف على شو بدي أحكي معك. حبيت فكرة التليفون المعلق على فكرة، عن جد رفيق رفيق ومش بحاجة ده يعني فيك أنت. أنا حبيتها لميشا صراحة، حبيتها لميشا، حبيت ميشا. طيب البوس عم بدق لك. البوس عم بدق؟ عم تحكي جد؟ عم تحكي جد فؤاد؟ رد علينا البوس. ألو. ألو نعم. بس حب أقول لك إنه أنتوني بده يستقيل من شغله. أحسن. أحسن. خلى عني، خلى عني دغري. خلى عني دغري. معك فؤاد يمين من تيك مي اوت. ايه اهلين. قلن شيل الصبايا ميزه عند انطوني كرمال يتحمسوا يتركوا له الضوء. انه انطوني شاب كثير جقل وشاب حلو قاعد يحكي مع البنات وبالسالون ما في حدا ما بيفوت الا ما بينعجب فيه. اوكي. اذا ما حدا عجب، اذا ما حدا عجب فيه بس بتيك مي اوت بيكونوا غلطانين. بيكونوا غلطانين الصبايا. ثانك يو ثانك يو. اي لاف يو. ثانك يو بوس. بوس في يرجع الشغل على الشغل بكره من بعد ما استقال؟ اذا حدا رح يتجوزه ايه انا بعطيه فرصه شهر. فرصه شهر بيعطيه اذا ده. يلا ثانك يو بوس. ميرسي ميرسي لك. الليله القعده مع ابو جوده انا جايب له تشيبس. يلا باي. ايه بس مشان ما انتبهت له انت دقيت له كان بدك منه شيء لانه عم بيضيع الحديث. في عنده شغل بكره الصبح. في عروس ناطرته. ما لا رد. وبعدها بدي اعمل لها شعراتها. اوكي خلص وصلت له المساج، وصلت له المساج. اوكي. ثانك يو ثانك يو بوس. كيف كانت اول جوله؟ اول جوله حلوه. ايه
طيب هلا رح نفوت على تاني جوله. اوكي نحضر تاني روبورتاج. يلا نحن عم نحضر صبايا، فيكم تخلوا الضوء، فيكم تطفوه. روبورتاج. انا شخص كثير راكز بعتبر حالي، وبعتبر شخص كثير طموح، ويوم عن يوم عم بوصل لهدفي انا بدي اياه، والاثبات انه فايت بشقه وعم بقسطها، وهيدي صار لي تاني سنه فيها. طيب ساشا تلك الضوء؟ ايه عاجبك ساشا؟ ورني موديلك والوانك والابيض والخزة كله عباده. لك ملا ساشا، انا قلت لك انه فراري صراحة. انت مبسوط ساشا؟ وساشا ما ساشا اذا ما فعطتك قتلة ما بيمشي الحال. عن جد هيك ساشا انت؟ بس ما مبين تحب ولا ما مبين؟ ايه يا ما تحت السواهي دواهي. عن جد مظاهرك تخدع. خليني كفي. جيجي ليه عم تطلعي على صدره لميليسا؟ شو بدك؟ بتطلعي عليه للصبح. لا ولا العصير شردت هون ما بعرف شردت. بوس عليك وليك عامله هيك. لك لك لا النظر ما بينحشب. لا ما كنت عم بطلع فيها. النظر ما مش فيها. لا بس شردت ما بعرف ليه. شو؟ عجبك صدرة لميليسا أكثر من أنتوني لك يا جيجي؟ شو بنا يا جيجي؟ أنا أو ميليسا؟ جيجي؟ طبعاً أنت. إيه؟ شب حلاوة بليز، ما تقولي لي. عن جد. حلو. شب حلاوة وأفندي يا روانت، قولي له إياها يلا. شب حلاوة وأفندي وقميص وتفاهة هندي، قال لي بتروحي مشوار، قلت له لا ما بدي. وانا بدي وبدي بدي واكثر ما بدي وبدي. الله عليك الله عليك. وعاد بالاخر نبيله وروان ما طلع بدهم. ما طلع هالغنيه بده طلع ما طلع بدهم. بس جيسيكا بدها. جيسيكا بدها. جيسيكا تركت الضو. انا من هون واقف هون انا عم بسمع هيك دودوب 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 دودوب. تعال اسمع هون يا فؤاد، تعال اسمع هون بعد عنك. انا وقتك عم كون حدك عم بتشوف حالتي. وقت عم كون حدك عم كون دم دم برا دم برا دم دم برا دم برا هيك عم بكون. دانييلا في عندي حدا بيقربني اسمه دانييلا وكثير بعزه وبحترمه صراحه. اسم ناتالي ما بتعزه وبتحترمه؟ ناتالي فيك ما تحترمها؟ ليك ملا واقفه بعد ما شفت شي؟ وصل معه على الماكسيموم للجدوله. مش عارف بدي ثلاث ايام صراحه، ثلاث زبونات اسم الله مبين. ثلاث زبونات بتضلك بدك تشيل فيه شهر. عم يتغزل فيك ليك. اسم الله. ما اجى اعطاني بوسه افكره. ما اجى اعطاكي بوسه. وصلت لعندهم اصلا، ما وصلت لتاني ميلة انا فؤاد. بس الكل. ما خليت اوصل لتاني ميلة. الو 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 مرحبا. مرحبا كيفك عمو؟ ماشي الحال تمام. معك فؤاد يمين من تيك مي اوت. ايه مرحبا انا، كيفك سيس فؤاد؟ ماشي الحال تمام كنت الخير. هلا انتوا كيفكم؟ والله الحمد لله. مشتاقين. وينك يا زلمه؟ حبيبي خليلي. عمو قلي كيف رضاك على انتوني؟ انتوني حبيب قلبي بتعرف القلب الغالي. لانه هو هلا واقف واقف قدام الصبايا قال له حجيب له احلى عروس الليله، وانا دقيت لك وعم وهو هلا عم يسمعك. شو بدك تقول له لانتوني؟ بقول له ابني وحبيب قلبي وخلي لي ويطول لي عمره يا رب. يخلي لك ايه ليك؟ وعم بيقول لك بده يجيب احلى عروس معه الليله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. جايين نسهر عندكم اليوم انا والابو جودي، وانا عم جيب التشيبس. يلا باي عمو باي. ليك في باي مدام سركيس عم بدق برد عليها ولا بدي هلا بدق لها بشهر. مدام سركيس مدام سركيس ما صوتني بليز بال شو هي زبونة؟ لا بليز بليز لا زبونه بلا ما نفوت معها بالهد. بسكر بوجهها وبخليه يدق. هي دقيت او انت دقيت لها؟ لا لا هي عم بدق. انت ما دقيت؟ لا ما دقيت والله. انت ما دقيت؟ لا لا ما دقيت اكيد. سكر. لا سكر. ايه مدام سركيس فؤاد ما ترد. فؤاد عم بمزح ما رديت. عم بمزح ما رديت.
ليك في شيء، في عنا تطور كثير مهم بالاحداث يا جماعه. عنا اثنين نوتيفيكيشنز من تينا. افتح لي مول معروف لانه انا بعثت لها فويس، افتح لي تنشوف تينا شو ردت. تينا بعثت لك ثلاثه وحدتين عميكو، بعثت لك اه يا هبيله. هيك علاقتكم؟ هيك علاقتكم انت وتينا؟ الله وكيلك. مشان هيك يعني اذا كل رفقاتك هيك؟ يعني تيك يو تينا. هيك قال اه يا هبيله او شو قايله؟ اه يا حنان. اه يا حنان يا فؤاد. اوكي لحظه. اه يا حنان. اه يا حنان. حبيتك حبيت الدنيا من بعد الاخلاق. اه يا حنان. ثانك يو تينا، ثانك يو، بتعقدي ما في اهضم منك. اوكي طيب. الجمهور حبك، الصبايا حبينك، عائلتك دعمتك، والبوس دعمني، والبوس معك، والابو جوده بظهري، والابو جوده وانا حجيب لي تشيبس، وانا حجيب لي تشيبس. شيبس عليك. في عندك جروب العائله. ايه الله معك. لا بس تعا انا وياك نبعث لهم صوره. يلا لحظه خليني. ايوه سند، هذا سند. ليك عسيرة هذا مين هذا؟ هذا انا. هذا انت؟ ايه. اوكي بس قبل ما نكفي على الموهبه شغله اخيره. وينو مرحب. وينو لحول ابو جوده طيوب الابو جوده هلا بس في معه وحده. سردت على ابو جوده بليز انا هون. اوه 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 فؤاد تين تليفوني ليه ما عم برد لابو جوده؟ خلص ابو جوده استحى يعني استحى. انا بقول لك ليه بكون صرت معه الحربايه ما حتتصرف. ابو جوده ابو جوده عيونه. ليك ماليسا بدها تقول لك شغله. هيدا اللي معك بالصوره مش لاب اطلق. هيدا اميره الكل. لا جرب سيسي. جرب سلمى. سمعي صوتك، بس سمعي صوتي. اسمع اسمع. الو. وينك يا طيب؟ ابو جوده، ابو جوده بدي اعتذر عن كل المشاكل اللي رح تصير مع صاحبتك الليله. سوري من هلا بس سلمى. ما هي حدا اصلا سمعت. هي حدك هيك قال اميره الكل. ايه مشان هيك قال اميره الكل. مشان هيك ليك سلم لي عليا كثير. سلم لي عليا كثير. وبدي اقول لك انه صديقك انطوني مبيضه، كل شيء تمام هون. اكيد مبيضه. ابو جوده اخر كلمه بدي اقول لك اياها. هون ما بيقصر. عخل رح جيب لي تشيبس. يلا باي. خليني سلمك التليفون. هيدا لك. يه تينا بيعتي. ها 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 ما اهضم فؤاد. لك في اهضم منك انت تنتون؟ تنتونو. لك 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 من صورتك حسيتك قديش مهضومه. عن جد انا وياك بتعرفي شو؟ بدنا نعمل قعده وانا بجيب التشيبس. سيلفي سيلفي سيلفي. بعتنا سيلفي لاتينا. سيلفي؟ ايه لاتينا. يلا افتح. اوكي هلا تعال خد لي صورة تقبرني ورجيها شا عمك خالك شا شو عندك حدا بالعيلة. بركي بعرفك عمه، بركي بيقبشك بالعتمة. ايه عمك خالك يقبشني انت وعمك. قولي له بشرفك، قولي له اياها بالصيني يقبشني بالعتمة بشرفك. وين شو هاي؟ شو هاي بام؟ شو هاي بام بالاخر؟ هاي تقبشني بالعتمة بالصيني. اه هاي بام. طيب نحن سمعنا الصبايا، هلا المسرح لإلك. فجر موهبتك. صبايا في ما هيدي الشقفة
بدنا نلاقي بنت منكم اكيد بتكون هي بدها تغمد لها عيوني بدي اعمل لها شعرات على السريع مين بحب فؤاد بدي منك على كل خصلة ترشلي سبراي على كل خصلة ما بدي اعيط عليك هلا فؤاد سوري بس جديد على المصلحة جديد على المصلحة رشيت صح انا مش قاشر ايه صح صح صبتة؟ صح ايه صبتة اكيد صبتة انا بصير ما صبتة فؤاد طب زيادة بزيادة فؤاد عم تبخر روعة دي ابترش عليك لا سوري 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 روعة كثير طالعين حلوين بتعرف بتعرف انه ما عرفتها عن جد ما عرفتها صارت احلى ايه ايه مبينة جميلة بتحسها جميلة فكرتك جميلة عشوة مش الحال وطي راسك وطي راسك اوه ايوه يلا علي علي روعة لا بس عن جد ميرسي ديانا ديانا اول شيء على العميانة عم بشتغل على الريحة انا بس هيك كل شيء على العميانة على عمياني كل شيء انه هلا بيقول لي كل شيء على عمياني في قصص في قصص ما بدنا نطفي عليها كل شيء برو بكل شيء برو خلينا نكفي خلينا نكفي لك ساشا ما اهضم عليك قوس قوس طع 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 اه واس هيدا واس انا اللي كفري هيك من الاول اه والله بتشوف بتفوت مره حلوه على هيك هيك هيدا مره حلوه فاتت على طع طع هلا حبيتها عن جد حبيتها حلوه سماها طع 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 جميلة طع 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 سلمى طع 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 هلا هلا مرايا تسع 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 مليسا تا 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 هيك مليسا هيك بسطت منيح ثانك يو حبيبي ملفوف جي جي بالنحو بتصير طعن 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 كل واحد مضويته بدي اوصله ناتالي ناتالي دانييلا اثنين جيسيكا ثلاثة ديانا أربعة جيجي خمسة ميليسا ستة سلمى سبعة سوزان ميني ساشا تسعة حس حالي فايت على الحرب ميشا عشرة فابيان داش كريستين داش سلام سابرين حبلش قوس قمر قوس قوس ساشا قوس قوس للكل آخر مرة القرار بيكون فيها بإيدكم صبايا رح تخلوا الضو أو رح تطفوه إلكم في عنا كذا صبية تركوا الضوء مرايا تركت الضوء اوكي كريستين تركت الضوء اوكي جيسيكا تركت الضوء وناتالي تركت الضوء اسمعني منيح شو رح اقول لك انت لهيك متخوف شكلك هيك انا فايت على المعركة هلا مع الصبايا بتفوت معي ايه معك بالمعركة طيب يلا انا معك ليك شو رح يصير نعم بهيدي الجولة نعم رح تروح انت نعم تطفي للصبايا نعم وتترك بس صبيتين صبيتين نعم. انت حافظ البرنامج عشان عم فسر لك انا فؤاد ما عم اقول لك ماني مقفى حلقه من انا و من انت وصغير وقت حضرنا عمو فؤاد عمو فؤاد ما تتاثر بالصبايا رح يجربوا يضغطوا عليك المسرح لك تفضل في قصهم بس ثاني بس هيك بتطلع شوي بده قصهم دقيقه اكيد 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 شوي 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 انا ما بدي ما طلع منيح بالصبايا طلع مرايا از اوت طلع منيح بالصبايا قبل ما تاخذ قرارك كريستين جيسيكا ناتالي طلع منيح بالصبايا لا نتأمين جيسيكا وجيسيكا بقى عنا ناتالي وكريستين هلا اللي بك تعملوا بك تسألهم سؤال موحد من بعد ما يجاوبوا نعم بتقرر لمين بك تطفي ومع مين بك تكفي نعم السؤال لك إذا كنت عم تحكي مع شاب لا سمح الله بطل يقشع شو معقول تكون ردة فعلك؟ رح ياخذ أول شي جواب من كريستين برجع بياخذ جواب بتضلك معه أو بتتركيه أو
كريستين الجواب عندك. أكيد بضل معه. حلو. شاطر حيبقى شاطر. ناتالي تفضلي. صار معه اكسيدان وانا كنت بحبه يعني بكون عيونه. بتكون عيونه. حلو كثير جوابك يا ناتالي، حلو كثير جوابك يا كريستين. صعب عليك المهمة. ما تتسرع بقرارك. روح صوب كريستين طلع فيها، روح صوب ناتالي طلع فيها. القرار لك، لمين بدك تطفي؟ مع مين بدك تكفي؟ يلا. انطوني. ما تتسرع، أهم شيء عم بتطلع. تتسرع، طلع. سوري. كريستين فاز. تفضلوا لعبوا. يلا عند لعبوا جودة يلا. تعال تعال حجي عفوا. يلا جيب التليفون، جيب التليفون. ليك حط لنا فيديو كول عمو المعروف للوالد. دق للوالد. يلا دق للوالد. ليك بيي فؤاد بده يحكيك كلمتين. مرحبا عمو. كيفك؟ عمو بدي فرجيك الصبيه يلي ناقشت مع انطوني. اسمها ناتالي. هيدي ناتالي. هاي. مش مهضومة؟ كثير مهضومة وحلوة. قال له انه البوس قال لي فري الشهر ظهرت مع بنت مش راجع على البيت. هلا شهر برات البيت. عمو باي باي. ايوه هذا التليفون لك اول شيء. قبل ما تفله خلينا نشوف الدفتر كان مكتوب عليه ديانا. شو بدنا نقول لانتوني وناتالي؟ الف مبروك. انتوني من اول ما نزل على الستيج طلعت كثير حلوه، ثيابه كمان كثير مرتبين. اكثر شيء عجبني فيه انه عفويته وصراحته. انا بحب لون الازرق وشعره طويل، يعني ناتالي كلها بتعقيد صراحه. ايه شربول؟ اي حبيبي. ليك بس بدي اقول لك شغله. ناقشت بين انطوني وناتالي وبريك وبنرجع. سوا بزقفه كبيره نستقبل معنا على المسرح نيفين. انا بجي لعندك، انت خليكي محلك، انا جاي لعندك. نيفين اهلا وسهلا فيكي معنا على مسرح تيك مي اوت. نيفين ما عم تقدر تظهر بموعد مع شاب برا اجت على تيك مي اوت، المشكله من الشباب او المشكله من نيفين؟ لا انا لانه حبيت فكره البرنامج. اوكي. وحبيت كل صبيه عم بتشارك. اللي حبيته فيك يا نيفين انه انت بتكوني بنت عمتها لجيجي. صح؟ لا انا بنت بعلبك. مش قرابتها. لا مش قرابتها لجيجي. اهلا وسهلا ببعلبك كلها عنا. حبيبي عرسنا اهالي بعلبك. انا بحبه كثير. في بحه بصوتك حلوه انت وعم تحكي، بتغني بتعملي شيء كانه بيقولوا مطربه. بتغني. حلو لكن نحن بننبسط. نحن بننبسط وقت يكون معنا اصوات حلوه. عنا كثير اصوات حلوه بالبرنامج. وهلا خلينا هيك نتعرف على صوتك بغنيه مهضومه منك. يلا. عم يرجف قلبي يا أمي ومني برداني، ليل نهار بحس بدمي نار وشعلاني. هيئة مغرومي يا أمي، هيئة مغرومي يا أمي، هيئة مغرومي يا أمي ومني عرفاني. الله عليك. الله الله الله. لكن
رح نكون عم نسمع صوتك كثير، بننبسط باغانيك وننبسط بحضورك. اهلا وسهلا فيك نبيل. اهلا وسهلا فيك لكل الصبايا. طيب يا صبايا، يا حلوين، يا مهضومين، يا حبوبين، هلا صار وقت نتعرف على شاب جديد. جاهزين؟ اكيد. افتحوا لي قلبكم واسمعوا لي هالشاب. من هو وصغير قرر يعتمد على حاله، وهالشي خلى ثقته بنفسه تكبر أكتر وأكتر. من أنا وصغير تركت المدرسة وحبيت الشغل وبلشت أسس مستقبلي، طلع مصروفي لحالي، مش بيع حاجة حد. صار لي تقريباً شي سنتين اشتغل مع بيي. المحل أكيد مسؤولي، وخاصة سوبر ماركت. من 4 سنين حبيت بنت، هي أول حب بحياتي صراحة. هذا كان حب الطفولة وحب البراءة، هذا الحب الأصلي. وبعدين أنه أجا حدا قال لي عم تخونك، وأثبت لي هذا الشيء. أخذني وشفتها بعيوني عم تخوني. أول شيء تفاجأت، لأنه شو 4 سنين حبها وتفاجأ أنه عم تخوني مع حدا غيري. مرات بفكر فيها وبعدني بحبها صراحة. صبايا، أنا حبيت 4 سنين، كنت مخلص وكنت وافي، بس خنتني للأسف. بتمنى اليوم على مسرح تكمي أوت لقي الصبية المخلصة الوفية، وكفي أنا وياها حياتي. صبايا، سمعنا للشاب وهلأ صار وقت أنه نشوفه. فتحوا لي عينيكم وحموا لي إيديكم بزاف كبير، استقبلوا معي شيخ الشباب. منبلش بكلمتين، عرفنا عن حالك أكثر. إبراهيم محمود لبقاع. أهلا وسهلا بإبراهيم. إبراهيم، في شغلة بدنا نعملها أنا وياك هلا. بدي منك تطلع منيح بالصبايا وتقلي مين بتحس إنه رح تنقش معها بآخر الحلقة. أنا بأيد الاسم عندي على الدفتر، وبالآخر منشوف إذا هالصبية اللي نقشت معها أو لا. أول شيء أنا حاسس حالي بالجنة. حس حالك بالجنة. حس حالك بالجنة. بفهمك لأنه تتطلع جمال، تتطلع جمال، تتطلع يمين شمال فيه. كيف ما كنت تتطلع هون أنهر أنهر، هون أنهر سلمى أنهر. أيوة، هيدا اللي تكبشت فيك بطل بدها تتركك. يا أبي هاي ما بدها تترك. ليه أنت بدك تتركها؟ لا تكين سلمى. شو مين؟ يلا مين من الصبايا بتحس رح تنقش معك؟ بعرف قرار صعب، مشوشني بس ما تقولها على صوت عالي. ايوه. يلا سلمى نقشت مع سلمى، ونقشت مع سلمى. يلا ويلا وسلمى ونقشت نقشت سلمى. يسلموا لي عيوني. إلا شي لسلمى، غني لها شي، غنيه لسلمى، إلا شي، حيلا شي. قال عيونك لو ردت إنسانة دوني، وبيهم هزمت جيش إنسانة دوني. وكيف تتعشقي إنسان دوني وأنا الكاتب على عيونك كتاب؟ أيوة حلوة، حلوة منك. قدم حلوة منك. هلا بتعلمني إياها؟ أيوة. برجع أنا بقولها لجيجي. أكتب لك إياها ورق. إيه، أنا برجع بدوجهها لجيجي. عراسي جيجي. شو أول وحدة؟ كيف بلش أول جملة؟ عيونك لو ردت انسى ندوني بيهم هزمت جيش انسان ندوني. كيف لا تعشقي انسان يا جيجي، وانت بعتولك ندوني. مش هيك؟ نساني يا عصر. صبايا، سمعنا لبوب. نعم. ابراهيم، وهلا شفنا لبوب ابراهيم، والقرار عندكم. تما تقولوا لو خلوا لنا بداية منيحة لا خي بوب. خلينا نشوف الصبايا اللي طفوا ضو. ليش طفوا ضو؟ رح بلش مع ديانا. قبل ما اعطي الحديث لديانا، رح اقول لك ليه ديانا طفت الضو. انت كنت عم تقول بالروبورتاج انه بدك بنت وفية. نعم. ومهذبة، ما بتظهر عليك، تكفي العمر انت وياها. صحيح. ديانا عرفت انه مش هالمواصفة تبع، طفت كرمال تنسحب يعني بطريقة تكتيكية. حقك.
تعذبك معي. فلا ما عذبك وترجع تتعذب 4 سنين و10. هلا اذا بدك تخونيني وتروحي وتطلعي لا ما بيمشي الحال. ما مشان هيك طفيتهم سحبت من الاول يعني وفرت عليك. احسن. انت عانيت من الخيانه وهذا الشيء كثير وجعك. انت البنت هلا اللي وقت تظهر معها يعني رح تكون هيك خلص بتغار عليها ما فيها تروح ما فيها تجي كيف خبرني شوي. بدها تكون الي وبس. الك وبس. هي اكيد الك وبس بس انه بتخنقها يعني بصير في انه كوني لي قلب. ايه كوني لك دقات. كوني لي قلب اكون لك دقات. نعم. روان شو بدك تقولي له وحياة قلبي وافراحه وشو بدك تقولي له هيك شيء؟ بدي اقول له احسن ما هو يطفي لي الضوء وراح اعطي مجال لغيري يدووا له الضوء. برافو عليك روان. انت لحالك ضوء. ميرسي يا عمري. جيب المجوز يا عبود ورقص مع عيون السود وخلي الحلوة هي الأمورة تغني ويهب البارود. رح نكفي جيسيكا طفت الضو. مش عجب ابراهيم مش عاجبني بس هو قال بالريبورتاج انه ما بعرف شو عملت فيه سحبته خنته. ايه خنته سحبته. ايه وبعده لهلا بحبها فشو عم يعمل. لا لحظه عندي انا قلت انه خنتني بس ما قلت انه بعدني بحب. بلا انت هيك قلت. انا قلت. ايه؟ طب انا بعتذر ما بحبها الان. ما بتحبها خلص انتهى الحب. يا خي اللي خانك بتحبه. الحلو فيك انه مشاعرك ثابته وما بتتغير بسنتين. ما بتتغير. ما بتتغير ثابته. بس ان واحد خانك بضل تحبه كيف هاي؟ شو صار معك؟ انت كنت مغروم بنت 4 سنين وخانتك. انت كنت مقصر بالعلاقه. انا ما قصرت. ليه خانتك لكان؟ لانه صار في تليفون وهالقصص هاي كله تطور. التطور ببهدل الاشياء كلها. يعني انت ضد التطور؟ ايه. كيف يعني ضد التطور؟ التطور؟ لانه كنا قبل إيه؟ بدون لا تليفون ولا شيء. ايه. وبعدين صار في تليفون. ايه. وصارت تتعرف على شباب غيري بتقول لك يلا من مرق غيره. يعني انت برايك التليفون هو المشكله؟ مش مشكله كبيره بس انه بيعمل مشاكل. يعني المره ما لازم يكون معها تليفون؟ بيسوى اذا كانت وفيه. كيف؟ يعني اذا شفت واحد مش تبعت له رقمه وتزت له اياه. هي هيك صار معها هذه الصبيه اللي كانت. هيك شيء. يعني انت اذا ظهرت مع واحده بتفضل انه ما يكون معها تليفون تتاكد؟ لا عادي ما في مشكله. بس انت عم بتقول انه برايك هالايام التكنولوجيا نزعت الثقه. نزعت انه التطور. ايه. فرجاها شيء ما لازم تشوفه. يعني كانت على شيء وانتقلت على شيء. يعني قصدك انه المره ما لازم تشوف؟ ما لازم تشوف الاحدث. ما لازم تشوف الاحلى؟ الاحدث او الاحلى. يعني افضل المره تضلها بالبيت مثلا؟ مش بالبيت، بس خلص بدها تصونك ضروري. شو يعني المره تصون الرجال؟ يعني اذا بتشوف رجال الدنيا كلها ما بيعبي عينها الا هو. وانت اذا شفت نسوان العالم كله؟ انا اذا وفيت بوفي. يعني بالاخير امن شيء المره تضلها بالبيت. هيك بتطمن بالها. مش بتضل بالبيت، انه حره بس خلص عندها شخص بالبيت. ديانا ليه عم بتجاوري فيه؟ شو ممنوع ما فهمت؟ انه التليفون ممنوع ومش ممنوع وبدك تحصرها بالبيت. لحظه ما فهمت وين بعد في منهم. ها حبيبي صارت المره بمستوى الرجال مثل ما انت بحق لك. هي بحق لها بكل شيء. كل شيء؟ بكل شيء. ما بيمشي الحال. بكل شيء. ما بعيدك. لا ما بيمشي الحال. لا بيمشي. في اشياء انا بعملهم ما لازم تعمليهم. ليه؟ شو هن اللي بدي احضر انا شيء خاص؟ شو هن اللي انت بتعملهم انا ما فيي اعملهم؟ بلكي بدي احضر شيء خاص. تحضر شو؟ سكس بكس مثلا. ايه شو وين المشكل زي حضرتك؟ بتحضري انت مثلي؟ ايه وين المشكل؟ حبيبي اذا انت كنت رجال مع المرأة ما بتشد حيلا وحدة وحيلا وحدة ما بتخونك. انا بعجبك. بس بدك شرط انك تكون رجال. بعجبك. ايه وكيف خانتك؟ بس عم قلك صار في تطور وانا كنت يعني خانتك من ورا التليفون. هي على شو عم بتدور؟ هي شو انت عملت لها ناقص لخانتك؟ من 4 تلاقيته برجال غيرك. من 4 سنين واليوم تغير كل شيء. تاني شيء فانا تغيرت. اذا منك ناسي الماضي شو جاي تعيش الحاضر؟ مش عاملك مش ناسي. انا ناسي الماضي. ولا شو عم تحكي عنه؟ في جرح انت جرحتي حيعلم محله. ما نحن مش بلاستر هون. طيب اوكي. سلمى انت مش بلاستر. لا مش بلاستر. مش عاملك تكوني بلاستر. طيب شو هو الشيء اللي فيك تعمله انت المره ما فيها تعمله؟ هلا في كثير اشياء ما لازم مثل تعمل سكس المره فيها تعمل سكس، تحضر سكس المره فيها تحضر سكس، تظهر المره فيها تظهر. شو؟ اذا بدها غير تعمل... غير اذا انت عايش بغير كوكب يعني عايش يمكن مع يمكن انت هيدي العقلية يعني. بتتفق بس مع العنزة. لا بس
انت العنزه لانه ما بتتفق. لا 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 ما مالك عنزه ما بتحكي هيك. لا 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 اول شيء بدك تحترم حالك. اول شيء بدك تحترم حالك. انت عم تقولي عنزه وانت عنزه. انا عنزه انت اكبر حيوان. بدك تتحمل الرد. روق شوي روق شوي. ما بتحمله من شخص مثلك. او اصلا لو كنت رجال ما كانت خانتك اللي بقيت معه انت. انت عم تقولي خانتك لانك ما بتفك شو عيديه بس ما بعيده كلام الملوك لا يعاد. جاي من الثانويه مخلص تقديم وجاي بعدني مخلص وجاي لشوف هالشكالة. حتطلع من هون راسك طاير. خلينا يا بوب اللي بيحترمني بحطه بعيوني بس اللي بده قال الاحترام بده يلتقي. قيمتي اكبر من انه رد عليك. بضحك؟ لا مش أجل. لا بطي مرايه قدامك لا تضحك. مين؟ حبيبي والحركات اللي انت عم تعمله اللي احنا عاملينه من 20 سنة. شو أهبر؟ انت هلا هون ولد منك رجال. ولد شكليا بس داخليا فرجيكي اشياء مش مهم بعد ما شفتيها الرجال ما بيعملها. أوكي. انا مش عم احكي لحظة بدي مش عم احكي هيك ليكرهوني الصبايا. لا اكرهوك وخلصوا بوب. طيب بوب انت بحديثك نعم. عم تقول انه المرأة في اشياء ما فيها تعملها. شو الرجال فيه يعمل المرأة ممنوع تعمل؟ انا اعطيني مثلا اقتراحي انا. ايه بالنسبة لك اقتراحي ما لازم تتسلخ وما بعرف شو وتطلع تلبس يعني تزبط حالها او تلبس. لا مش تزبط حالها. في اشياء بالقانون اذا بدك تيجي للقانون ايه ما لازم تعملها. انا برايي انا هيدا القانون انت حاطه خاصه. ايه خاصه هيدا القانون تبعك قانون ايه؟ بوب. خلينا نسمع قانون بوب. اول شيء قصير وما قصير ممنوع لانه بيلفت النظر. بيلفت النظر ايه؟ طيب ثاني شيء. ثاني شيء ما فيها تطلع ذوقها هي. كيف يعني تطلع ذوقها؟ تكون حره يعني بدها تسأل تاخذ اذن نوعا ما انه انا بدي اظهر اول 100%. ثالث شيء بعد في قوانين لبوب بظنها وفي اشياء خاصه يعني هو بحق له يعمل سكس قبل ما يتجوز؟ برأيي لا. هو الرجال لا ما بحق له وهي كمان لا. من بعد الزواج لإله ولإله ايه ما خلص اتجوز شو اسمه لشو زواج لشو كرمال يعملوا سكس ايه مش انه جوزنا لنعمل سكس. السكس قبل ال السكس قبل الزواج ما بيجوز. والسبن قبل الزواج شو؟ ثمانية بيمشي حالك. نيفين انت هلا بعدك فايتي وبدنا ناخذ ارائك بالموضوع. انت بنت بعلبك. الله يسعد بعلبك واهل بعلبك. ميرسي يا حبيبي. شو رايك باللي عم بيقولوا؟ هلا شوف فضل. انا حدا بحكي هيك ما بيهمني. تفضل. هن الصبايا معهم حق بالشيء اللي زعلوا فيه وانا بنيابه عنه بعتذر منهم لان احنا اولاد بعلبك ما منهين حدا والصبايا كلهم على راسي. تاني شغله هلا هو انا فاهم عليه شو عم يحكي. الصبايا اختلفوا بغير موضوع كليا معه. صحيح. لك اليوم الانسان اذا عنده وفاء ان كان المراه او الرجل ما في شيء بغيره. يعني اذا وحده وفيه من جواتها اذا بتلبسها مايو بتقعدها بين 30 شاب ما حدا بيعمل لها هذا ممكن. يعني الصبايا فاهمي عليهم. واذا اليوم الشاب بيكون خاين اذا بتحط له جنازير بده يخونه. واذا بتحط له ملكه جماله بيكون مخلص اللي بيحبها ما بيطلع على حدا. كلامك ذهب. الوفاء من هون ما في. صحيح. بس لحظة لدافع أنا بالموضوع حكيته هي قصة عنزة. نحن أولاد البقاع صحيح عنا عادات وتقاليد أنا بفتخر فيها وبكبر فيها وعنا البنت إذا بتغلط بتندبح بس نحن منعتز يكون عنا شيء منرعاه ومناكل من رزقه لأنه منخاف على عرضنا. زقفول ما منشتغل غير شيء لنعيش. دخيل رب العالم اللي بتفهم على الطاير. نحن تربينا بأرض وأكلنا من الأرض. البنت إذا غلطت قلتي تندبح اذا كانت بنت وراحت عملت عار لاهلها انا اول الناس بتندبح. شو العار؟ كيف تسبب البنت العار؟ العار اذا وحده بعدها بنت بيت بقلب بيت اهلها صارت تظهر من وراهم حدا نام معها عمل اللي بده اياه فيها ايه هذا عار عنا بنقتلها. مش مجوزه ومطلقه تتكون معلن على الحلال. في ناس بتفوت صاحبها على البيت بابا انا جبت صديق. نحن ما عنا منها هيدي. اذا خيا نام مع بنت بيندبح شاب يصف اللي بتفلط له بعرضه الله لا يرده.
يعني هو ما بيجيب العار هي بتجيب. هو بده يجيب زلمة بيجيب عار. لا. انت اذا تجوزت وخنت مرتك ممكن تغلط وتقول اني انا غلطت بحقها، بس مرتك تنام مع واحد تخليها عدمتك وعلى شرفك بتكون مش رجال. صح. ميليسا ما بدي احكي، ما بدي احكي، ما بيشرفني تحكي. خلون مستواي اعلى من اني احكي مع واحد ثاني. مستواي اعلى من مستواي. خلون شو نص عيني عمى في قلبي. ميليسا الموضوع اكبر من اني اسمعك. يلا روق يا روق. ميليسا نيفين كانت عم بتقول، هي امرأة كانت عم بتقول انه البنت اذا بتغلط بتندبح والشاب شاب. انت كمان بنت، شو عندك تقولي لها عن هالموضوع تنسمع غير رأي؟ انا اكيد اذا انا بنت وغلطت بجرب صلح غلطي، واهلي كمان بيوقفوا حدي مش بيدبحوني ولا بتخلوا عني اهلي كرمال غلطة شو ما كانت هيدي الغلطة. العلاقة الجنسية غلطة يا ميليسا؟ في حالات ما بتكون غلطة. لا. أي متى بتكون غلطة؟ أي متى ما بتكون غلطة؟ أمتين بتكون غلطة؟ لما البنت بتكون هي مشرعة حالها. إذا هي حبت شاب وإذا هي حبته لا ما بتكون غلطة. وصار معه علاقة؟ لا لا ما بتكون غلطة، لأنه بدك تشوف هيداك اللي منه رجال شو متضحك عليهم فهم. طب بدي أسألك بعد سؤال أكتر من هيك، إذا هي ما حبته للشاب وعبالها تعمل سكس بس تتنبسط غلطة؟ إيه غلطة؟ إيه. ديانا بس بدي رد عليها بشغله، شرف البنت مش بش شرف البنت بعقلاتها. لا لا غلطانه تقدريني. لا وحياتك مش بس بعقلها. مش بس بعقلها. ما بقى حدا يطلع على هالش عند الرجال اللي بيحبوا ياكلوا بالشوكه والسكينه، بس الاولاد اللي بيكونوا ضياع تقعد عليها ما ترجع اذا بتكون ببيتها. هيدا رايك. خبريهم. ميشا انا بدي اسال سؤال ما بعرف اذا بوب بيقدر يجاوبني عليه، بس كمان لنيفين في شيء كنت كل الوقت عم تقوليه انه اذا كانت بنت ما انها مجوزه قبل ومطلقه، بنفهم منك انه المجوزه ومطلقه فيها تصير تروح تيجي ساكن بنتها؟ لا انتبه في يعني أمور. عم تقولي للشباب انت هلا عم يروحوا ناموا مع نسوان مطلقين، سوري بس خليني كفي فكرتي، وعم بتقولي انت هلا اثبتتي ليه نحن عنا بمجتمعنا بس تطلق المرأة بقوموا قيمتها والاهل بيرفضوا انه المرأة تطلق. ايه لا مزبوط. لا اللي قلتيه مش مزبوط. كيف يعني يعمل علاقة مع وحدة عاملة علاقة قبل مع نسوان مطلقة؟ لا 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 فهمت الموضوع غلط. لحظة انا عم اقول اذا وحدة بتكون بعدها صغيرة وبنت بده ينضحك عليها بتجيب العار لاهلها، بس اذا وحدة بتكون مجوزة وتاركة وراجدة مش حتيجي تكون مع حدا شي. مش حتكون مع حدا يضحك عليها، بتكون مرأة بظروف وواعية لحالها شو بتتصرف. بس هو ليه العار على البنت مش العار على الشاب اللي غلط معه للبنت اللي وصلها؟ مش انه منه عار، هو بيكون ساعتها منه رجال ومنه من ظهر رجال. بس ليه البنت بتندبح مش الشاب اللي بيندبح؟ لانه مجتمعنا العربي هيك. ايوه مجتمع عربي، ما نحن بدنا نغير. انا حكيت نحن اللي بدنا نغير، نحن بدنا نغير. لانه بس نقول الزلمه بيندبح بيقولوا لك شو هالمسخره شو نحن باوروبا هيك. ما خص اوروبا، ما هي ما خص اوروبا، انا بنت لبنانيه ابا عن جد، وبين نقتل البنت والشاب بنتركه بينقتل هو قبلها، ينقتلوا اثنيناتهم، انا مع انهم ينقتلوا اثنيناتهم. هيك انا بكون معي. اكيد اكيد. تفضلي. اول شغله هاي نيفين، بدي خبرك شغله لكم اثنيناتكم، الرجال هلا بهال ما بعرف شو بتسموه العصر، العصر نفس المرأة او البنت ما بيفرقوا، ما في شيء الرجال بيقدر يساوي المرأة ما بتقدر تساويه. اكيد شهادات ومعن. لحظه لحظه خليها تكمل. اول شغله لما اكون عم بحكي ما تقطش، مش عم قطش لانه انا ما قطشتك انت. خليني اسمعك. خليني هاي شغله بس خليني خليني كفي. ليش بدك عم احكيكي باحترام؟ ما انا عم بحترم. هي عم توجهني الحديث على سؤالك بس. طب تفضل حكون محترمة أكثر منك. ليك تفضل منا ولد. تفضل تفضل شو بدك تقول؟ قول. ليش بتخليك تحكي؟ يا خي ما أنت خليتك تحكي ما قطعشت أنت. ما بديش أعمل مشكل بس أنه قلت لك بليز دقيقة يعني شو خسرت؟ طب ما تفضل. طب خلص مش كفي أنا وين رحتي؟ أنيوي أول شغلة تحية لأهل بعلبك. زقفونه لبعلبك. لأنه رفقاتي كلهم فوق من فوق وبنفس الوقت يعني شو بيسموا الهازبند تاع الخالة؟ سهر؟ جوز خوالتي كلهم من بعلبك، فبعرف عقلية بعلبك وكتير بطلع لفوق، وانت عم بتقولي انه ببعلبك ما فيها البنت مثلا تتزنتر او تلبس او تظهر او تطلع، لا فيها قضية واللي بيطلع فيها للبنت هن وفوق، بما انه انت عند عشاير وتقاليد ومدري شو،
البنت بتكون فوق محمية وفيها تكون مثل ما هي بدها تكون. هي بتحمي حالها، ما حدا بيحميها. انت برأيك هذا الشيء مضبوط؟ هي بتحمي حالها. هي شغلة. شو هيدا الشيء مضبوط اللي حكيتي عنه؟ اي شيء انه تكون البنت مثل الشاب؟ اكيد في مساواة لازم يكون بيناتهم. اكيد شو اللي بيميزك عني؟ انت ما عندك عقل، انا عندي عقل. شو في اشياء ملخصة عند البنت غير الشاب؟ اوكي مثل شو؟ مثل هلا بصير وضح لك بالخصوصيات تعولك. ليك لما البنت تكون قد حالها لو الف تطلعوا فيها مهم. هلا ليك بدي لك شيء، اذا تصلخت اوكي تزنطرت بمعنى تزنطرت وطلعت اذا بتوقف بمليون شاب اوكي وقد حالها بتكون هي الشيخه، بس انه تتزنطر وتروح تعمل فعايل هذا شيء غلط، وانت حسبيها براسي. بس قصة انه انت قاعد عم بتقول انه ممنوع تظهر وتفوت وتجي، هيدي العقلية بالمرة مش مزبوطة. مش عم عقد لك الموضوع، تروح وين ما بدها بس بإذن. انت ابن ضيعة وعندكن عادات وتقاليد. طيب. بس هيدا طيب. الشيء طيب. يعني لازم تتطور شوي مثل ما بيقولوا حلو الرواق. اوكي هلأ اذا بدها تظهر وتاخد اذن انه انا رايحة وبدي اعمل تاخد اذن؟ اوكي سري؟ ايه بدها تاخد اذن. شو تاخد اذن؟ هيك لك انفلت؟ كل واحد حر. في فرق بين ما تخبرك وتاخد اذن، لانه هي مش عبدي. انا عندها. انت بدك تفهميني شوي، بدك تكوني عم تفهميني على الطاير. بدها تاخد اذن يعني كي شو فهمتيها انه غصب عنك؟ لا انت وقت عم تقول اذن يعني في الا ايه في الا لا، ما هيدا هي معناته الاذن. ما اذا قال لا بتسمع كلمته بطريقه خاصه الا ايه اكيد لا الا ايه، بس مش تقول لي غصب عنك بدي روح. ايه ممنوع تروح. طيب سؤال، اذا انت قلت لها لا وهي راحت شو بيصير؟ هنا بصير يعني عم تعصيني. شو بصير صار؟ اولا ما بتحبني هاي وما بتاخذ يعني مش معتبرتني بس من الاساس. بس انت شو بتعمل؟ انا بتركها لانه كانوا عم بيقولوا بقتلها هونيك. القتل له حدود القتل. هلا مثل ما قال لك نقتل بحدود يعني كتل خيرك يعني هلا بحط لها 3 رصاصات بموضوعنا 17 رصاصه. هلا فهمت عليك، ما قال لك من الاول يا زلمه وضحها. خلوني بس وجه له شغلة بليز. تفضلي نيفين. تقبرني حبيبي. أنا بحكيك شغلة. نعم. معلش أنا اليوم بزعل عليك إنك جيت على البرنامج، يعني هالبرنامج ما بده عقلية البعلبكية الجدية هون حدا مودرن. أنت عم تجي تحكي بشي ابن ضيعة وهون ما بتمشي على حدا. نيفين اسمعيني شوي. والله حاس حالي بفرنسا. اسمع حبيبي اسمع شوي. أنت بنص دين لبنان. نعم. لبنان اللي بيميزه للبنان انه في ناس بيفكروا مثل نيفين وفي ناس بيفكروا مثل ماريا، وهيدا جماله للبنان. مظبوط. هيدا البرنامج بدي غلطك يا نيفين عم تقولي له مش محلك هون، هيدا البرنامج للكل لانه هيدا بيمثل كل المجتمع اللبناني بكل ارائه، ما فيك انت تلغيهم ولا هن يلغوك. لا ما حدا بيلغي حدا، بس هو زعلوا البنات لانه هو عقله ضيعي، زعلوا منه. انا عقلي مثل ما عم تقول ضيعي، جاي وكنت حاسب غير هالحساب، بس بدك تحترمي رايي. اكيد انا مثلا هيك عقليتي، بدك تحترمي وانت بدك تحترم راي أنا البنات. انا راسي انا اذا بغلط بعتذر من الشخص، ما عندي مشكله. بما انك كنت عم تقول ما عندك مشكل تعتذر، ايه والرجال بيعتذر اذا غلط. الرجال بيعتذر اذا غلط صح. انت غلطت مع ميليسا، اعتذر منه. أنا ميليسا إذا أنا غلطت معك وحاسس حالك أنه أنا مزبوط غلطت معك، أنا جاهز أعتذر. أنت حاسس غلطت معه وقت قلت له أنت عنزة؟ بس هي غلطت معي لأنه ما احترمت رأيي. إذا بتحترمي رأيي أنا جاي أعتذر مني، أنا بخاطرك أنا جاي أعتذر منك. أنا بجي لعنك. وبعتذر إذا غلطت معي. وأنت كمان غلطت معي؟ شكراً بوب. ليال يا ليال، عم نسمع الحديث عم نسمع الآراء. إبراهيم شكله كتير بيحضر أفلام مصرية متأثر بشخصية السيد، هاي أول شغلة. والله بحياتي ما حضرت مصري. بس أخذ شخصيته، هاي هو هيدا هيك مثلك أنت. طب أم لزق يعني إحنا عقليتنا هيك فخلص. تاني شغلة عقليتك هيدا حلو، الإنسان يحافظ على تقاليده وعلى معتقدات. أنا بنت ضيعة بس حلو كمان الإنسان بده يلحق العصر، بده يمشي شوي مع التقدم. ما فيك تجي لهون وأنت بهالعقلية البورنيل المسكرة. يعني فيني أقول شيء؟ إذا العصر مشي على غلط تمشي على غلط؟ تقدر تعيش؟ ما فيك تعيش بسنة الستة، أنت بعدك بسنة الأربعين على تفكيرك. العالم طلعت على القمر يا زلمة. أنا إذا جاي تقول لي إذن وإحنا بدنا تاخذ إذنك لتطلع من البيت؟ إذا التطور غلط أنا ضده.
إذا التطور غلط أنا ضد. بعدين يا بوب طالما أنت مشبع البنت حب وعاطفة ومش مقصر شي عليها فما حتطلع عليك، تأكد. لكن احنا هو شغلتنا، بس بدها تكون هيك. هي بتكون هيك إذا أنت كنت هيك. أنا هيك بإذن الله. وهيك أهم شي. هيك وهيك وهيك. كله. بوب. كنت عم تقول إنه المرة بتاخد الإذن من الرجال قبل ما تظهر. صح. طب ليه مش هو بياخد إذنه قبل ما يظهر؟ ما هن شركة بالحياة. هلأ لا هلأ ما صارت فيه احترام. إذا بالاحترام ليكي قلبي أنا رايح على المحل فلان. It's okay. يعني شو فيها؟ شو فيها إذا قلت له؟ يعني هي بتاخد إذن هو بيقول له. احترام، هذا اسمه احترام. احترام احترام. نيفين إذا أنت كنت مع رجال قال لك نيفين ممنوع تعملي هالقصة، شو بتعملي؟ بتناقش أنا وياه إذا شيء. قال لك ممنوع تغني يعني فين؟ ممنوع تسافري وتغني، شو بتقولي له؟ إذا هو بيستتني وبيكون رجالي بقعد. بتقعدي ما بتغني؟ لا. بتبكي أنت. لأنه كل شيء ما بيدوم، لا الفن بيدوم ولا الجمال بيدوم ولا شو بيدوم لي رجال. الرجال هو الأساس. إيه بس أكبر الرجال اللي بيدوم لي، شو؟ الرجال هو الأساس. أكيد الرجال هو الأساس، مثل ما المرأة هي الأساس لبيتها ولعائلتها. وكل صبية بيحترم جمالها وأنوثتها من اللي موجودين معي بيدم للإنسان اللي بيحبها وبيكون وفي معها طول العمر، مش اللي بيقلها شو سكسي وشو حلو بالآخر بيبرم ظهره على غير وحدة أو ما بيعمل لها إيمي باللي بتبكيون عليه. ملاش الصبية يفهموا أنا شو عم عبر، أنا عم بحكي عن جرح. ولما فات عم يقول إنه هو مرق بعشرة أربع سنين مع وحدة بيحبها قد ما كان عمره. أنا حسيت فيه لأن أنا مرقت فيه. أو أنا حبيت خبرين. إنسان إيه؟ أنا حبيت إنسان من غير طيفته. أوكي؟ إيه؟ أوكي. وعشقت تراب اللي بيمشي عليه وكنت بدي غير كل القوانين اللي أنا فيها كمسلمة. وصلت لمرحلة عشان أمه قالت له فيها كل المواصفات اللي بيعشقها بس لأن إنساني مسلمة ما بقبلك تخدع عديانتك، تركني بعد حب سنين. وأنت وتظهرت معه كل هالسنين شو عملته؟ ما صار في علاقة؟ لا أنا كنت حبه ويحبني وأحكي معه لأن أول شيء ما دقيتوا ببعض نيفين؟ سنين حب لما بيصير كمشة إيد وبيصير بوسي مش مثل ما بيصير غير شيء ضليت يعني أنا بقيت كمشة إيد وبوسي ما في شيء. بس لما هو وصل لمرحلة إنه بده يصير زواج وقالت له أمه أنا ما بتقبل لأنه من غير دين مش على أي شيء خلاص هاني أخذت أنا قرار إنه خلاص كل إنسان يعرف حدوده وين. ما بكيت ما سخنت ما مرقت بظروف صعبة تحملتها بحالي لأنه أقرب الناس إلي عادتني. وانا بوجه رساله من هيدا البرنامج لإلها بحسبه بعده مش متجوز لهال بقول له لإله او لاي شاب شو ما كانت طيفته لما بتحب بنت شو ما كان دينها يكون رجال بس تحبها وقف حدها يا عمرك ما تكون رجال. زقفولا جيجي جيجي عندك شيء تقوليه عن الموضوع؟ هلا انت بدك اياها كامله انا برايي وانت كل عقد النقص فيك بعتذر منك. انا مش ناقص بحس حالي. جيجي إذا كنت مع شاب تطلبي منه إذن؟ إنه احتراماً لا ما بطلب منه إذن احتراماً مثلاً هو بيكون عم يسألني تشاتينج يعني بقول له لوين رايحة وإنه ما عرف آتي ومين وصوري له وهيك إنه عادة بتصير هيك. الإذن عنا أنتوا فهمتوه غلط. الإذن مش غصب احترام. لا 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 لحظة إذا جوزة أو خطيبة وكاتبة كتابة غص من عنا بتاخد اذنه بس تظهر من ما قولين انه هيك غص من عنا لانه في رجوليته وفي كرامته. بس دخلتي يعني فين كمان جريمه قتل هيدي كتير 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 شيء منا حلوه بحقك. انت اذا بنتك يوم من الايام غلطت هالغلطه بتحبزي بيها يروح في يتضحك في فرق غلط. انتبه بعدنا عم نقول يا تقبليني مش وحده ولد انضحك علي او انعطت شيء. انا برايي نسكر على هالموضوع. ليه بدنا نسكر على الموضوع؟ لانه ما بدهم يفهموا عقليتنا وما بدهم يحترموها. يا خيي اي احترام بدي احترمك لما عم بتدخل جريمة قتل. ما عملت بداياتي شو هالحكي؟ البيع مثل كأني عم جادل جاهل من طبيب لمريض. لا ما بدك ما بيصير. ماريا انت للأسف عم تعطي صورة غلط عن اهل بعلبك واهل بقى. صح. ايه 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 بلا مش كلهم هيك. انت عم تحكي باسم بعلبك باسم البقاع وانا هذا الشيء ضده لان كل واحد بيمثل حاله. مزبوط. ما حدا بيمثل ما حدا بيمثل منطقه. هلا بدك تقول لي انه كل حدا ببعلبك او بالبقاع راحت بنته عمرها 20 سنه نامت مع شخص بلا زواج واجت حبل بيذبحها؟ مش بالضروري ده. انا برايي نيفين عم تحكي عن حالك وبابا عم يحكي عن حاله بس انت تحكي هيك عن كل اهل البقاع. لا اكيد لا هذا الشيء مش معقول لانه مش صح.
سؤال وبكل احترام وما تاخذيه شخصي للموضوع، قلتي انت بتتخلي عن الفن كرمال رجال بيجيكي، صح؟ اذا هيدا الرجال جاب لك دره بتضلك تحترميه؟ شو بتعملي؟ بقول له الله معك برجع بعيش حياتي. بتطلقي بتطلقي، بس ليه ما بتكون عندك الحريه من الاساس انت انك تكفي بشغلك وتعملي اللي بدك يا ما تخلي رجال يحكمك؟ الرجال ما بده يحكمني؟ جميل، بنختم اول جوله معك، شو عندك تقوليه عن كل هالنقاش؟ يعني هلا مثلا باب جوزي مثلا باب بدي بقدونس من المخزن تحت، فيني اروح اشتري؟ جاوبني بليز. نعم. ايه باب حبيبي فيني اشتري بقدونس للتبوله؟ ايه روحي يا عمري. اه هاي نسيت الفجل. حبيبي نسيت الفجل، فيني ارجع اروح اشتري الفجل؟ هلا سيري هاي. جينا هلا انا صانعة بدها شيء مثلا كلور، حبيبي بوب فيني ارجع انزل مشان ارجع اشتري دواء غسيل؟ بدي اقول لك شيء بس، شوف انا عشت 35 سنه بهالعقليه هاي اللي انت عم تقول علي انت ونيفين، عشت بمرارتها وانا مقتنعه فيها، كنت عن جد كنت مقتنعه فيها وكنت كثير حدي على اولادي ان كان شباب ولا كان بنتي، ري على قلبي شو ظلمتها. هلا انا كثير تغيرت، يعني من وقت ما تركت طلقت من 8 سنين لهلا واعتمدت على نفسي، كنت دائما معتمده على نفسي بس هلا اكثر لاني هون عم بشتغل وبقوم وبجاهد وهي لحالي، يعني تغيرت كثير. هلا اذا بنتي اجت وقالت لي ماما بدي اعيش وقت مساكنه مع حبيبي او خطيبي او زوجي المستقبلي تنشوف الحياه مع بعض كيف بتصير، بقول لها ايه. في شيء عندك تقوله يا بوب؟ هلا مش لهالدرجه انه بدها تنزل جيب بصل وما بعرف شو بدها تدق لي، قالوا بدي انزل جيب، يعني مثلا مش يكون تحت البيت اشتري صرماي اروح عم رفيقي، اذا بدها تنزل كل شوي طالعة نزلي، بس قلتي لي اوكي، بس قلتي لي اوكي ما انا واثق فيك. ما راح اقول لك انت لازم تثق فيني. طب واثق فيك بس انه قولي لي. ما بدي اقول لك، انا بحب انه تقولي لي. قولي ما بدي اقول لك، نجي المساء بقول لك رحت هيك عملت هيك جيت هيك اوكي، بس انه اخذ رايك وما يعلق شوز، في شيء شوز يعني. انا بوسه بس برايي لازم تاخذي رايي. طيب نحن هلا رح نفوت على ثاني جوله، نحن عم نحضر الروبورتاج، صبايا فيكم تخلوا الضوء وفيكم تطفوا. روبورتاج أنا شخص واثق بحالي رغم كل المخاطر والضغوطات اللي تعرضت لها، جيت على تكمي أوت مستعد وعندي القدرة إنه فوت بعلاقة جدية واستمر فيها للآخر حتى لو البنت كانت أكبر. يا بوب الصبايا كلهم طفوا لك. نعم. ما يعني ما ناطروا توصل للموهبة حتى. الصبايا بشو بالنسبة لك غلطوا؟ عفى الله عما مضى. جميع. بوب كان بدك تنقش يا ويلي مع ماريا. تعطيني هاي، تعطيني عمو. بوب ثانك يو على المشاركة، ميرسي لك. ما انا بدي، انا مقتنع بالشيء اللي قلته على الستيج ومش ممكن اني غيره، هن انفعلوا وانا بعدني مثل ما انا. هيدي كانت حلقتنا لليله وناقشت بين انتوني وناتالي، وبالتالي هن رح يتأهلوا على الحلقة النهائية. انا بشوفكن الاسبوع الجاي، من هلا لوقتها خلوا عيونكم مفتوحين والرادارات عم تبرم لانه ما بنعرف اي ساعه القلب بدق، ومنقلكن